رغم الأبحاث اللي أجريت حول أهمية القراءة مع الأطفال في سن مبكر، فإنه عدد قليل من الآباء لسه بيقرأوا القصص لأطفالهم قبل ما يناموا. فمن خلال استطلاع رأي أجروح، وجدوا إنه ما يقارب ثلثين الآباء ما بيقرأوا القصص لأطفالهم قبل ما يناموا، وهذا بسبب ساعات عملهم الطويلة. بيحكي مارك كيلي اللي أجرى البحث إنه رغم ساعات العمل الطويلة الخارجة عن سيطرة بعض الآباء، إلا إنهم ممكن يعوضوا أطفالهم بقراءة القصص إلهم بالعطلة الأسبوعية. وحذرت عالمة النفس للأطفال تانيا برايون من إنه القراءة أمر حاسم لتنمية الطفل، وإنه الافتقار إلها ممكن يضعف قدرات الطفل بالمستقبل. فوائد قراءة القصص للأطفال: قراءة قصة للطفل قبل النوم تعمل على تهدئة عقله في نهاية يوم طويل، فبتخليه ينام بشكل أفضل. تسمح قراءة الكتب للأطفال الانخراط بالحكي مع أهلهم، وبتسمح لهم يعبروا عن آرائهم ويطرحوا أسئلتهم، وبرضه بتعزز فيهم الخيال والإبداع، فهم مبدعين بطبيعتهم، بس لما يتعرفوا على هاي الشخصيات الغريبة يلي بالقصص بزيد خيالهم وإبداعهم بشكل كتير كبير. تعتبر القراءة تمرين محفز عقلياً، فهي بتحسن من مهارات طفلك الإدراكية، فبالتالي رح يزيد أداؤه بالمدرسة. قراءة القصص المتنوعة والمختلفة بتخلي الطفل يعرف الحياة بشكل أفضل. عشان تشوفوا كامل الدراسة ادخلوا على موقع سراج واكتبوا لنا تعليقاتكم.